أولا هذه التنسيقية جاية في إطار محاولة توحيد جهود الأحزاب الوطنية الديمقراطية، خصوصا حزب الاتحاد الاشتراكي، حزب التقدم والاشتراكية، فيدرالية اليسار، وكذلك الحزب الاشتراكي الموحد. تأسيس التنسيقية جاي انطلاقا من قناعتنا من أنه هناك مجالات للشغل يعني المشترك، وكذلك في أفق أنه مناهضة بعض المشاريع القوانين اللي تأتي بها الحكومة واللي هي تعتبرها مشاريع يعني لا يعني يرفضها أولا الفاعل في القطاع ديال العدالة، بحيث أن الله تلاحظوا الإضرابات يعني المتعددة ديال القطاع المحامون، وكذلك الإضرابات ديال كتابة الضغط، كذلك المفوضات القضائيين، بمعنى القطاع ديال العدالة ليس بخير للأسف. ما هذا المشروع اللي جات به الحكومة يعني لم، بالرغم من مجموعة هذه الوسائل النضالية وكذلك الحوار وكذلك الندوات المشتركة من أجل إبلاغ الصوت ديالنا وكذلك التنبيه لخطورة هذا المشروع، خصوصا مشروع قانون المسطرة المدنية، الخطورة دياله كذلك على المواطن، لأنه عندما يعني تحملنا مسؤولية الدفاع لا ندافع عن المحامون كفئة، بل ندافع كذلك على المصلحة ديال المواطن اللي تنعتبروا هذه المساطر الإجرائية تمسه في حقه في الولوج المستنير للعدالة. كذلك اعتبرناها باللي هذا المشروع ديال قانون المسطرة المدنية فيه اجراءات يعني اعتبرناها غير دستورية بالنسبة للتصور ديالنا لهذا. ولكن التنسيقية ديال قطاع المحامين ديال الاحزاب الديمقراطية يعني ماشي الهدف ديالها فقط هو اسقاط هذه المشاريع. نحن في صدد بالورا ديال واحد المشروع ديال واحد المجموعة ديال الأنشطة، سواء اللي غنكون فيها الدفاع على المحاكمة العادلة، كذلك إشاعة الروح ديال القوانين، كذلك يعني مسألة ديال التوعية، مسألة ديال التكوين ديال المحامون. لهذا تنعتقدوا باللي العمل المشترك ديال الأحزاب الديمقراطية تعتبروا وتنتمناو تكون هذه البادرة اللي أسسها القطاع ديال المحامون تكون لبنة أساسية في مستقبل توحيد العمل المشترك بين هذه الأحزاب اللي يعني لها كثير من المجالات ديال العمل المشترك. التنسيقية أولا المنطلق ديالها هو منطلق سياسي لأنها تمثل أحزاب سياسية، في حين أن الجمعية لها دورها كما الهيئات المهنية لها دورها، ولكن التنسيقية هذا عمل سياسي اللي تتقوم به، سواء من خلال أنه لأنه تنعكس أولا توجهات ديال الأحزاب ديالنا اللي هي أحزاب اللي اليوم اللي هي كلها في المعارضة، واللي عبرت فيما من مرة على أنه ما تقوم به الحكومة من مشاريع في مجموعة ديال القطاعات هي مشاريع يعني لا تستجيب ولا ماشي هذا هو الطموح ديال المغرب ما بعد 2021. للأسف كانت تلاحظوا باللي كاينه تراجعات، ولهذا كانت التنسيقية من أجل أنه نوحدوا العمل المشترك ونحاولوا نوصلوا صوتنا، ونتمنى أن يستعيدوا الرشد اللي من ضاع منه. نعم، في نظرك لماذا دائما هذا التوتر في قطاع العدل؟ كما قلت المفوضين، المحامون، العدول، دائما هذا التوتر عبر التاريخ ماشي غير فقط على التاريخ. لا، ما كانش توتر، انا زعما ما كانش توتر زعما في حكومات سابقه، ما كانش هذا التوتر الكبير. للاسف انه في الاونه الاخيره لاحظنا انه غياب المقاربه التشاركيه. المقاربة التشاركية اللي على الأقل الدستور تيضمنها تيأسسها، لأنه لا يمكن لحكومة معينة أن تنزل مشروعا معين إلا أن تدرس التبعات ديالو في القطاعات ديالو. للأسف تنعتبروا باللي المشاريع ديال القوانين اللي جات خصوصا دابا وحنا في مصدد المسطرة المدنية انه ما كانش فيها زعما يعني مقاربة تشاركية، بل بالرغم من انه تنسجلوا بهذا الإطار انه الجمعية ديال المحامين المغرب يعني خصوصا في مكتبها يعني الحالي يعني دار واحد المجموعة المبادرات من اجل انه يعني يوصل وجهة نظره ويوصل بعض الملاحظات ديالو. ونبغيو نقولوا باللي الخلاف يعني ماشي كبير، تقريبا واحد 9 حتى 8 7 بين 7 ولا 9 ديال المقتضيات اللي مختلفين عليها.
لهذا سنعتقد باللي المحامون ديما يديهم مدودة، وهذا الشيء اللي عبرت عليه الجمعية. وزعما انه التوتر العكس، احنا هذه المعركه مفروضه علينا، المحامون فرضت عليهم، لانه لا يعقل وحد لا يستسيغ انه المحامي اللي هذا مهنه حره غادي يضحي يعني بالعمل ديالو ويقاطع فهمتي العمل، الا اذا كانت فعلا انه هذه المقتضيات تضره، ماشي بوضعه المهني، ماشي بوضعه المادي، ولكن تنعتقد باللي هذا الشيء يمس من كرامة المحامي والظروف اللي تشتغل فيها.